نقول راينا فيه. فانت اكيد يعني ده نادي القرن, فمش يعني مش محتاج ان حد يتدخل في شؤونه, يعني هو كده ناجح لوحده. ده حق طبيعي يعني, زي ان احنا كنا اصلا بنناقش فيه يعني. ف وده النادي الاهلي, المفروض ان احنا ما نقفش وقفه زي دي اصلا يعني. تمام يعني, يعني على الاقل, على الاقل هو غير كل نادي يعني. احنا لما حبينا نشترك فيه على اساس ان هو غير كل نادي يعني, ايه اللي خلينا نسيب الجزيره ونيجي وجينا زايد على مسمى ان ده النادي الاهلي؟ هو كفايه ان هو اسم النادي الاهلي, فده بيكفل لينا اي حقوق من غير نقاش. من حق اعداء الشيخ زايد ان هم يصوتوا في انتخابات, لان هو يعتبر عضو عامل, ما يفرقش كتير عن عضو نادي الجزيره او نادي مدينه نصر. احنا مش عايزين لجنه اولمبيه تتدخل خالص, وده نادي ليه تاريخه وليه كيانه وليه احترامه, فالمفروض ان ما حدش يتدخل, والاعضاء هم الحرين يقدروا ايه يتصرفوا مع الجمعيه العموميه. لكن احنا حابين الناس اللي موجوده عندنا ومجلس الاداره اللي موجود عندنا والانجازات اللي عملها كلها. الجمعيه العموميه هي يكون ليها القرار في كل حاجه, ما فيش اي حد بره يتدخل في قراراتنا يعني. والله هو النادي الاهلي طول عمره نادي كبير جدا جدا جدا, وانا اعتقد ان كل النوادي تحتذى به في اي لائحه يعني, سواء استرشاديه او لائحه اجباريه, لانه نادي عريق ومن قديم الازل يعني, وله اصول عريقه جدا. فمن حق النادي ان هو يعترض على اي لائحه استرشاديه دي, واذا كان فيها البنود دي يعني مثلا في بعض البنود اذا كانتش مثلا هتمثل مثلا اهميه, والله لو فيها عاوزين يعني يعدلوها يعدلوا البنود يعني, مفيش مشكله. انا شايف ان بالنسبه للجمعيه العموميه هنا, وان الاعضاء اللي موجودين هم اللي ليهم الحق ان هم يقولوا اذا كان فعلا يعني موافقتهم على اللائحه الاستشهاديه تطلع ازاي او ما تطلعش ازاي. لازم الاعضاء فعلا لازم يكون ليهم صوت جوه الجمعيه العموميه, لازم فعلا لازم ياخدوا قرار والناس تحس باشتراك في اي قرار, لازم الناس فعلا تحس بده. اما انا ما بقى شايف الرؤيه قدامي وشايف الموضوع قدامي, احسن ما انا اكون شايف قرار اتاخد مش عارف بناء على ايه اتاخد, سلبياته ايه ايجابياته ايه. فالموضوع ان انا اشترك واعرف المعلومه وابقى على علم بيها فعلا هي حق ليا, ده حق اصيل ليهم وليس للوزارة دخل أو للحكومة دخل في الموضوع ده. بالنسبة للنادي الأهلي وتاريخه العريق, ما ينفعش يتفرض عليه أي لوائح استرشادية أو أي حاجة. الجمعية العمومية هي الجمعية, هي صاحبة الحق المنوط بها أنها تشوف وتحاسب الرئيس أعضاء مجلس الإدارة, وهي اللي تقدر تحاسبهم وتراجع ميزانيتهم وترى اي حاجه لصالح النادي. خلاف كده يبقى ده حاجه, اما تفرض حاجه من الخارج دي ممكن ما ترضاش عنها الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه هي اللي بتقعد وتدرس وتحط مع بعضها اللوائح بتاعتها, وهي اللي توافق عليها. اي تدخل خارجي ده ما يعتبرش لصالح الانديه عموما وصالح النادي الاهلي خاصه.